الصندوق العراقي للتنمية هو تم تأليفه مؤخرا بتوجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء، وأولى المبادرات كان هنالك الاتفاق مع وزارة التربية لإنشاء أبنية مدرسية عن طريق الاستثمار، يشرف على تنفيذها الصندوق. وزارة التربية المفروض هي اللي راح تحدد. الآن من المفترض أن تكون بداية المشروع هي 400 مدرسة موزعة على عموم العراق. وزارة التربية راح تهيئ المواقع وتسلمها إلى الصندوق، ثم الصندوق سيتكفل بكافة الإجراءات وحتى التمويل المالي إلى هذا. شركات استثمارية رصينة من المفترض كان بتوجيه الحكومة أن تستلم هذا المشروع وتسلم إلى وزارة التربية وتدخل إلى الخدمة، ومن ثم بتقادم أيضا هنالك فترة صيانة راح تكون على عاتق الشركات المنفذة، وبتقادم السنوات راح تحول ملكية هذه الأبنية المدرسية إلى وزارة التربية. طيب سيد حيدر، تشييد الأبنية المدرسية يتحرك باتجاهات متعددة بحسب مصادر التمويل. نعم. نريد أن نوضح هذه النقطة. الملف التربوي والأبنية المدرسية هو واحد من أهم أولويات الحكومة في برنامجها الحكومي، ويحظى باهتمام استثنائي من لدن السيد رئيس مجلس الوزراء. هنالك عدة اتجاهات الآن تعمل على أرض الواقع. الاتجاه الأول هو مشروع الأبنية المدرسية النموذجية، هذا المشروع الأول الذي ينفذ ضمن الاتفاق الإطاري بين العراق والصين. نعم. وهو الأول من نوعه من ناحية التصاميم الحديثة، ومن ناحية حتى الهندسة والأشكال المعمارية، حتى محتويات كل مدرسة هي راح تكون لأول مرة. لغاية الآن عندنا بحدود 330 مدرسة أنجزت من المرحلة الأولى البالغة ألف في عموم المحافظات، 330 بسعات 12 و18 و24 صف. من المقرر أن يتم الانتهاء من هذا المشروع خلال تشرين الثاني المقبل وتسلم 1000 مدرسة. أيضا هنالك مرحلة التأثيث، الآن فرق الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء هيئة المستشارين تعمل على اختيار الشركات الرصينة. أيضا هنالك الاتجاه الآخر، مشروع وزارة التربية رقم 1 المتلكئ، هذا كان متلكئ منذ سنة 2012 تقريبا، وبعد أن تم تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمتابعته كان هنالك 9 مشكلات قانونية حلت. الآن يسير، وهنالك أكثر من 450 مدرسة أنجزت. وزارة التربية السنة الماضية أطلقت على هذا العام، هو عام الأبنية المدرسية، كان هنالك بحدود 2000 مدرسة تم تأهيلها. نعم. في عموم المحافظات، وايضا هنالك مشاريع تنميه الاقاليم. اذا احنا عندنا 4 اتجاهات بهذا المشروع. الغايه الحكوميه هو انهاء ظاهره الاكتظاظات والدوامين المزدوج والثلاثي، وكذلك المدارس الكهربائيه والطينيه. طيب، وفق هذه الاربع اتجاهات للابنيه المدرسيه سيد حيدر، كم المنجز؟ ودعنا في البداية نتحدث عن الرقم الحقيقي الذي يحتاجه العراق من الأبنية المدرسية حتى ينهي هذه الظاهرة. يعني بحسب وزارة التربية، وزارتي التربية والتخطيط، أن العراق يحتاج إلى يعني ما بين 10 إلى 12 ألف مدرسة لإنهاء ظاهرة الاكتظاظ اللي حاصل بالأبنية المدرسية. احنا عندنا المشروع الأبنية المدرسية النموذجية هو 8000 بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى 1000 بانتظار المباشرة بالمرحلة الثانية، طبعا هذا بقرار من اللجنة العليا اللي رأسها السيد رئيس مجلس الوزراء، لكن المرحلة الثانية هي 3000. احنا جاهزة، عندنا تقريبا قطع الأراضي ترشح من قبل وزارة التربية ومديرياتها في بغداد والمحافظات. ومتى ستنطلق هذه المرحلة أستاذ حيدر؟ هذه بحسب قرار اللجنة العليا هي التي ستحدد، لكن احنا الآن عندنا المرحلة الأولى، هنالك تكثيف جهد. هنالك أيضا قبل يعني شهرين إلى 3 أشهر كان هنالك العمل بثلاث وجبات نهارية ومسائية وليلية. هنالك فرق دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية، الفرق الهندسية والفنية، تتابع يوميا وبشكل دوري عبر متابعيها. طيب. تنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان على اعتبارها الجهة الاستشارية دوار المهندس المقيم، وكذلك مديريات التربية في المحافظات. نعم. هل هناك تصور لحاجة البلاد من المدارس للتخلص من الاكتظاظ الطلابي والدوام المزدوج والثلاثي كرقم يعني يمكن أن ينهي المراحل المتعددة للمشاريع تشييد الأبنية وصولا إلى إنهاء الأزمة؟ يعني إذا سارت هذه الاتجاهات الأربعة بحسب الخطة المرسومة ودون توقفات وتلكات، إن شاء الله سندخل هذه المرحلة اللي هي مرحلة الإنهاء. نحن راح يكون عندنا يعني راح نوصل إلى يعني ما بين 10 إلى 12 ألف مدرسة. بالتأكيد هذا راح يساهم في دعم وتعزيز القطاع التربوي، وأيضا يسهم في دعم
الكوادر التعليمية وتلاميذنا الأعزاء. طيب، بحلول العام الدراسي الجديد كم عدد الأبنية المدرسية التي ستدخل الخدمة؟ أتحدث عن المشروع الأبنية المدرسية النموذجية عبر الاتفاق الإطاري بين العراق والصين، 1000 مدرسة شهر تشرين الثاني راح تنجز، وأيضا راح يكون هنالك الآن الجهد مستمر بتأثيث هذه الأبنية المدرسية، راح يكون تأثيث كامل وتسلم إلى وزارة التربية. الآن احنا سلمنا 330 مدرسة، بالمناسبة كان هنالك تشكيل لجنة برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية وزارة العمار والإسكان ووزارة التربية الجهة المستفيدة والشركتين الصينيتين المنفذتين. هذه اللجنة مهمتها استلام الأبنية المدرسية بحسب المواصفات، يكون هناك تدقيق كامل ومن ثم تسلم إلى مديرية التربية بالمحافظة. هل هذه هي الدفعة الأخيرة من ضمن العقد الصيني أو الاتفاق الإطاري مع الصين بالنسبة للألف مدرسة؟ نعم، الألف مدرسة الآن كمرحلة أولى، المرحلة الثانية هي 3000، نعم، والمرحلة الثالثة 4000، وبانتظار القرار يعود إلى اللجنة العليا لبناء المدارس. طيب، هناك معايير أستاذ حيدر بالنسبة لشكل الأبنية المدرسية ومعايير لاختيار مواقع المدارس. نعم، ربما مواقع المدارس بالنسبة للكثافة السكانية، ربما المحافظات الأشد فقرا، لا أعرف المعايير وأحتاج منك توضيحا لذلك، فضلا عن المسائل المتطورة بالنسبة للمختبرات، وتعرف أن العملية التعليمية دخلت في حيز الذكاء الاصطناعي بدرجة كبيرة جدا، وسنتحدث بعد قليل عن هذا الموضوع مع ضيف آخر. هل أخذت هذه المعايير بنظر الاعتبار بدرجة كبيرة؟ نعم، التصاميم هي لأول مرة تنفذ في العراق، هي 4 تصاميم ب3 ساعات. هذه التصاميم لأول مرة تستخدم في العراق، حتى من ناحية المواد المستخدمة في بناء محتويات الأبنية المدرسية. راح تكون كل مدرسة تحتوي على قاعة إضافية للدراسة المختبرية ومؤثثة، وقاعة للمكتبة، وقاعة للاجتماعات، وأيضا هناك غرفة المرشد التربوي إضافة إلى المجامع الصحية المتطورة والحديثة. حتى هنالك بناية خاصة داخل المدرسة مؤثثة وكاملة للسكن للحارس، حتى هنالك مجامع صحية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. المدارس تحتوي على أنظمة الإنترنت وأنظمة صوت وأنظمة إطفاء الحرائق وأنظمة تحلية وتصفية المياه، كل هذه محسوبة. موضوع التوزيعات هي جاءت بحسب 3 معايير وضعتها اللجنة العليا، وهي الكثافة السكانية لكل محافظة والدوام المزدوج والثلاثي والمدارس كهربانية والوطنية. بالمناسبة الأبنية المدرسية النموذجية وصلت إلى القرى والأرياف، هنالك أبنية تنفذ الآن بجوار مدرسة كهربانية أو بجوار مدرسة عائلة للسقوط. طيب، هذا الحديث عن الأبنية المدرسية الجديدة، نتحدث أيضا عن صيانة الأبنية المدرسية. نعم، المشروع الأبنية المدرسية النموذجية هنالك فترة صيانة من ضمن العقد على الشركة الصينية لمدة سنة، لكن بالتأكيد هذه تحتاج إلى رعاية واهتمام من قبل ابتداء من تلاميذنا وأولياء الأمور صعودا إلى إدارة المدارس ومن ثم مديرات التربية. هذه المدارس الجديدة تحتاج إلى هذه صيانة. المدارس الجديدة أستاذ حيدر، نتحدث عن المدارس الموجودة حاليا التي بعضها ربما تكون أيضا سقوط أو متضررة بشكل كبير جدا. نعم، هذا الموضوع أخذت على عاتقها وزارة التربية العمل. أنا ذكرت السنة الماضية 2000 مدرسة تم تأهيلها وصيانتها من قبل وزارة التربية. أيضا هنالك فريق التواصل الإلكتروني في مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء يعمل على زيارة الأبنية المدرسية في بغداد والمحافظات وتأثيثها وتجهيزها باحتياجاتها والنواقص الموجودة.